نعم حازم، يعني استمرار في التحليق المكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية والغارات الإسرائيلية على وسط قطاع غزة، آخر هذه الغارات في اليوم الثالث بعد الستين، ونحن نتحدث عن هذه الاستهدافات الإسرائيلية كانت على مخيم المغازي وسط القطاع، وهي في المنطقة الشرقية لوسط قطاع غزة. كان هناك استهداف لأحد المنازل في تلك المنطقة، وصل عدد من الإصابات جراء هذه الغارة الإسرائيلية إلى مستشفى شهداء الأقصى. سبق هذه الغارة استهداف مباشر لما يعرف بشاليه الغصين في مخيم واحد بمخيم النصيرات، وهي المنطقة الغربية لوسط قطاع غزة. نتج عن هذه الغارة 17 شهيد جراء هذه الغارة الإسرائيلية، وصلوا ما بين مستشفى العودة في النصيرات وهنا في مستشفى شهداء الأقصى حيث نتواجد، والمزيد من الإصابات إضافة إلى ازدياد وارتفاع أعداد المفقودين جراء كل غارة إسرائيلية على منازل المواطنين، والتي يقوم الاحتلال الإسرائيلي فيها باستهداف المنازل فوق رؤوس ساكنيها. هذه الغارات الإسرائيلية لم تتوقف نهائيا، بل إنها تستمر مع استمرار هذا التحليق المكثف. ولعلك تستمع معي إلى صوت طائرات الاستطلاع التي لا تغادر سماء القطاع، وهي ترصد كل شيء داخل قطاع غزة، تجدد بنك أهدافها من دماء الفلسطينيين والمدنيين، لا سيما الأطفال والنساء في قطاع غزة بشكل عام والمنطقة الوسطى بشكل خاص. خلال ساعة النهار كان هناك أيضا عدة غارات على مدينة دير البلحة وسط القطاع، حيث أن الاحتلال الإسرائيلي قام باستهداف أحد منازل المواطنين في منطقة البصة ومنزل آخر في منطقة البركة. نتج عن هذه الغارات الإسرائيلية المختلفة أكثر من 13 شهيد في ساعات النهار. هذه الغارات الإسرائيلية تزيد من أوجاع الفلسطينيين، بل إنها أيضا تزيد من أعداد النازحين الذين يفرون قسرا من أماكن تواجدهم في مناطقهم المختلفة في وسط القطاع إلى مكان نزوح جديد في قطاع غزة. ففي كل غارة إسرائيلية يكون هناك منازل محيطة بالمنازل التي يتم استهدافها، فيجبر هؤلاء الذين يتواجدون في تلك المنطقة على النزوح. هذا النزوح المتكرر من قبل الفلسطينيين يزيد من معاناتهم وأيضا يزيد من أعدادهم واحتياجاتهم في أماكن النزوح. نتحدث عن مراكز إيواء، هي بالأساس هي مدارس، ومن ثم مع زيادة أعداد النازحين باتت هي مراكز للإيواء. لا يتوفر لهم فيها أدنى مقومات الحياة، لا يتوفر لهم فيها لا الماء ولا الطعام ولا الدواء، لا شيء يوفر في هذه التي باتت مجازا يطلق عليها بأنها مراكز إيواء. كما أن هؤلاء النازحين أيضا يتواجدون في مناطق مختلفة مثل المشافي هنا في مستشفى شهداء الأقصى. نرى بأم عيوننا هؤلاء الذين قد نزحوا قسرا من أماكن مختلفة من شمال مدينة غزة وأيضا من مدينة غزة ومن بعض المناطق في وسط القطاع ومن جنوب القطاع بعدما تم التدخل والتوغل البري في مدينة خان يونس. قد وصلوا إلى وسط القطاع، جاءوا إلى مستشفى شهداء الأقصى ظنا منهم بأنها من الأماكن التي يمكن تكون أكثر أمنا وأمانا، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي وكما جرت العادة يستهدف المدارس كما يستهدف المنازل كما يستهدف المساجد كما يستهدف الكنائس كما يستهدف كل ما هو فلسطيني داخل قطاع غزة. نراهم هنا في مستشفى شهداء الأقصى وهم يبحثون يوميا عن الحطب، يبحثون يوميا عن الطعام، يبحثون يوميا عن الماء، عن الدواء، عن الغطاء في ظل جو وبرد قارس في فصل الشتاء. الجميع يعلم بأن الجو القارس والبرد في فصل الشتاء في قطاع غزة يكون مختلف تماما، لا يتوفر لهم أدنى مقومات الحياة. نراهم يفترشون الأرض حرفيا ويلتحفون السماء أيضا حرفيا، ولا تقدم لهم أي من سبل العيش والحياة الكريمة. يتواجدون في ممرات المشافي، في ساحات المشافي، في كل مكان داخل المشفى، كما يتواجدون أيضا في الشوارع والميادين العامة في وسط قطاع غزة. لا تقدم لهم أدنى مقومات الحياة. كما أن هنا في مستشفى الشهداء الأقصى العديد من الجرحى الذين يحتاجون إلى علاجات مختلفة لم تعد موجودة في مستشفيات قطاع غزة، وبالتحديد في مستشفى الشهداء الأقصى الذي منذ مدة لم يصل إليه أي من مستلزمات طبية يتم من خلالها تزويد مستودعاته كي تقدم للجرحى وللمرضى. اليوم كان هناك أحد الأشخاص الذين قد أصيبوا بمرض مزمن وهو مرض السكري،
بحث في الصيدلية داخل المستشفى ومن ثم إلى خارج المستشفى في الصيدليات التجارية، لم يجد هذا الدواء متواجد في المستشفى. عاد مرة أخرى للطبيب وسأله هل هناك بديل عن هذا العلاج، فقال له لا يوجد له أي بديل. وهنا نتحدث عن قرار حتمي بالموت البطيء لمثل هؤلاء المرضى، لأن أدويتهم وعلاجاتهم غير متوفرة. لماذا؟ لأن الاحتلال الإسرائيلي يريد ذلك.